بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله معانا تدريب نحوي على ما تم قطعه في المنهج، وهو اسم الفاعل، اسم المفعول، وصيغ المبالغة، وطبعا ما تم دراسته في السنين السابقة. نبتدي نقرأ قطعة النحو. الشعب الأكثر عشقا لوطنه هو شعب مصر. إنه شعب مشهود له بهذا الحب، محب للوطن الذي نشأ فيه، لذلك تراه هجاما على من يعتدي عليه، مدافعا عنه بروحه. أولا يا شباب، نبتدي إن احنا نخلي بالنا من تقسيم القطع جمل. تقسيم القطع جمل بيسهل لي جدا حل قطعة النحو. وزي ما انتم شايفين احنا مقسمين القطعة لجمل بناء على نهاية كل جملة. الشعب الأكثر عشقا لوطنه هو شعب مصر. إنه شعب مشهود له بهذا الحب، محب للوطن الذي نشأ فيه، لذلك تراه هجاما على من يعتدي عليه، مدافعا عنه بروحه. نبتدي الإعراب. الشعب الأكثر عشقا. كلمة عشقا، ناخد بالنا من إن الكلمة بنعربها من الجملة قبلها، الشعب الأكثر عشقا. لو نظرنا كده لكلمة الأكثر، اسم على وزن أفعل تم دراسته في السنين السابقة خاصة الصف الثاني الإعدادي، وقلنا إن لما بيجي نكرة منصوبة بعد كلمة على وزن أفعل بتكون إيه؟ نفكر مع بعض. تمييز منصوب وعلامة النصب الفتحة، يبقى كلمة عشقا تمييز منصوب وعلامة النصب الفتحة. بعد كده إنه شعب مشهود له بهذا الحب. إنه شعب، إنه شعب، ناخد بالنا من بداية الجملة. إن حرف ناسخ، الهاء ضمير مبني في محل نصب اسم إن، تبقى كلمة شعب. نفكر مع بعض. خبر إن مرفوع وعلامة الرفع الضمة. مشهود له بهذا الحب، ناخد بالنا بهذا الحب. هذا اسم إشارة، وإحنا كنا فاكرين وقلنا إن اسم الإشارة لو جه بعديه المشار إليه المعرف بهذا الشكل بيكون إيه؟ نفتكر كده من الترم الأول، بهذا الحب. يبقى الحب إعرابها بدل. طب إحنا عارفين كلنا إن البدل من التوابع بيتبع ما قبله في الإعراب. هنا اللي قبليه مجرور، يبقى هو بدل مجرور، والعلامة هنا علامة الجر الكسر. آخر كلمة لذلك. لذلك طبعا هنبص كده بسرعة وهنقول ذلك اللام حرف جر، ذلك اسم مجرور علامة الجر الكسرة، يبقى غلط. ليه؟ لأن ذلك اسم إشارة ومن المبنيات، وإحنا درسنا في الصف الثاني الإعدادي لما نيجي نعرب كلمة من المبنيات بنقول اسم إشارة مبني في محل، ونشوف بقى موقع الإعرابي. هو المفروض هنا اسم مجرور، يبقى نقول اسم إشارة مبني في محل جر، ما نقولش اسم مجرور وعلامة الجر الكسرة، غلط. اسم إشارة مبني في محل جر. نبتدي نشوف الاستخراج. استخرج اسم فاعل واذكر نوعه. نوعه يعني ثلاثي أو غير ثلاثي. لو نظرنا وافتكرنا كده مع بعض اسم الفاعل، هنلاقي إن اسم الفاعل بنعرفه من إنه لو ثلاثي بيبقى تاني حرف فيه ألف وعلى وزن فاعل، إنما لو غير ثلاثي بيبقى بدايته ميم مضمومة وقبل آخره مكسور. لو نظرنا كده، الشعب الأكثر عشقا لوطنه هو شعب مصر، ما فيش فيها اسم فاعل. إنه مشهود له بهذا الحب، برضو ما فيش اسم فاعل. وياريت ممكن نبقى نوقف الصورة عشان نفكر أكتر ونقدر إن احنا نطلع الإجابات لوحدنا. محب، محب للوطن الذي نشأ فيه، أوله ميم مضمومة وقبل آخره مكسور، يبقى نلاحظ إن ده
اسم فاعل محب. كذلك لو نظرنا في الجملة الأخيرة مدافعاً، مدافعاً عنه بروحه، برضو ميم مضمومة وقبل آخره مكسور، مدافعاً ومحب ومدافعاً اسم فاعل لفعل غير ثلاثي، محب من الفعل أحب ومدافعاً من الفعل دافع. تاني نقطة، استخرج اسم مفعول واذكر فعله مضبوطا بالشكل. وهنا عايزين نخلي بالنا، ساعات بنستخرج صح ولكن ما بننفذش الخطوة التانية اللي هو طالبها. اسم المفعول نبتدي نبص ونركز ان اسم المفعول دايما بيبدأ بالميم، دايما بيبدأ بحرف الميم. لو ثلاثي غالبا بيبقى على وزن مفعول، اما لو غير ثلاثي بيبقى اوله ميم مضمومة وقبل اخره فتحة. نبتدي نبص، طبعا الجملة الأولى ما فيهاش. الجملة الثانية، إنه شعب مشهود له بهذا الحب. إنه شعب مشهود مفعول، يبقى اسم المفعول هنا مشهود زي ما احنا ما شايفين، ومن الواضح إن هو لفعل ثلاثي. أول ما يقول لي اذكر فعله مضبوطا، احنا تعلمنا ان اسم المفعول لازم يبقى فعله مبني للمجهول، لازم. لو كتبنا الفعل عادي يبقى غلط، ننقص، لازم يبقى فعله مبني للمجهول. يبقى لما نقول مشهود يبقى فعله شهد، مشهود يبقى فعله شهد. ننظر للاستخراج رقم 3، صيغة مبالغة او صيغة مبالغة وزنها، اذكر وزنها. نبتدي نشوف صفة على وزن من الأوزان الخمسة اللي احنا درسناهم، مفعال، فعال، فعيل، فعول، فعل. وطبعا مش أي كلمة على الأوزان دي تبقى صيغة مبالغة، لازم تكون صفة بتدل على كثرة فعل الشيء. الشعب الأكثر عشقا لوطنه هو شعب مصر. إنه شعب مشهود، مشهود صفة ولكن مش على الأوزان اللي احنا عارفينها. محب برضو صفة ولكن مش على الأوزان اللي احنا عارفينها. ولكن لو نظرنا لكلمة هجاما أو هجاما، هجام كثير الهجوم، ووزنها، وزنها ايه؟ فعالا، فعال فعلا. يبقى كلمة هجاما صيغة مبالغة على وزن فعال، على وزن فعال. نبص لي النقطة اللي بعديها، اسما ممنوعا من الصرف واذكر سبب المنع. اسما ممنوعا من الصرف واذكر سبب المنع. نرجع للقطعة، طبعا احنا فاكرين الاسماء الممنوعة من الصرف، وكان من اشهرها اربعة، كان صيغة منتهى الجموع، وكان اسم منتهي بألف تأنيث، وصفة على وزن أفعل، وعلم مؤنث. وطبعا كان دايما يقولوا لنا أول ما تلاقي كلمة مصر أمامك خلاص يبقى ده اسم يجوز صرفه ويجوز منعه براحتك، وعلم مؤنث. ولو نظرنا أيضا في القطعة هنلاقي كلمة كمان في السطر الأول، نركز، الأكثر، أكثر أفعل، صفة على وزن أفعل. نيجي بعد كده للسؤال رقم جيم اللي بيبقى مش متعلق بالقطعة، المصري يعرف عنه شجاعته، المصري يعرف عنه شجاعته. صغ من الفعل اسم مفعول وغير ما يلزم. نركز كده، يعرف، يعرف اسم المفعول معروف، اسم المفعول معروف، يبقى المصري معروف عنه شجاعته. آخر سؤال رقم جيم، في أي مادة تكشف في معجمك عن كلمة ميراث؟ طبعا ده سؤال من أسئلة السنين اللي فاتت ولكنه ممتد معانا في السنين القادمة. ميراث اسم، أولا احنا خدنا ان احنا بنحول الكلمة لفعل، ونجيب منها الفعل الماضي
ولو كان ثلاث حروف نقدر نكشف عنهم بشرط ان ما يكونش فيها ألف نحولها. ميراث من الفعل ورثا، من الفعل ايه؟ ورثا. يبقى لو جينا نكشف عن كلمة ميراث نكشف عنها في ورثا، وبكده نقدر نقول ان احنا اجبنا القطعة. ونفتكر الاجابات: اسم فاعل واذكر نوعه، نشوف الاجابة تاني، محب او مدافعا وهو غير ثلاثي. اسم مفعول واذكره مضبوطا بالشكل، واذكر فعله مضبوطا، مشهود وفعله شهد، صيغة مبالغة ووزنها هجاما وزنها فعال. بعد كده اسما ممنوعا من الصرف وبين سبب المنع، الأكثر صفة على وزن أفعل، ومصر علم مؤنث. يعرف اسم المفعول منها معروف. ونكشف عن كلمة ميراث في ورثة. أما بالنسبة للإعراب نقدر إن احنا نتأكد منه تاني بإن احنا نظهره. وبكده يبقى احنا نهينا قطعتنا النهاردة بالتوفيق إن شاء الله. أراكم إن شاء الله في وقت لاحق.